كيف تشمل الطبيعة البشرية السماحة والقصاص؟ وكيف تكون واقعية الإسلام في التعامل معهما؟ ونقول: يا ليت شعري أضاعت كل عزتنا حتى استباح حمانا جهرة قذر، أين المنادون بالتحرير ويحهم؟ أين الصمود وأين السهل والوعر؟ أين المرابون في أسواق أمتنا؟ في كل صقع لهم للخزي مؤتمر، سيوفهم في سبيل الحق مغمدة، وفي سبيل الخنا ويحهم حمر. أهرامنا شادها طه دعائمها، وحي من الله لا طين ولا حجر. إلى الكتاب. ما أجمل نهضة بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحباب في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بمحبة الله، وطيب حياتكم بنور حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم ممن أحبهم واصطفاهم وقربهم وأقامهم لأمره، وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين المفرطين القاعدين، اللهم آمين. وموضوعنا اليوم عن طبيعة البشر تشمل السماحة والقصاص، والإسلام واقعي في التعامل مع العفو ومع القصاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولاحظوا الخطاب يا شباب، حتى أن نعرف أن الإسلام عالمي. للأسف بعض علماء الدين يحصروه على المسلمين، يعني بيظلموا الدين الإسلامي والتشريع الإلهي عن كونه إنساني وعالم. لاحظوا هنا الكلام مش عن المسلمين، عن النفس الإنسانية كلها. ولاحظوا قتل الناس جميعا، الخطاب عالمي وليس مخصوص فقط للمسلمين. وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد
من حدود الله، ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم. كلياتنا نسمع يا شباب، وعليه الصلاة والسلام يتحدث، كل الأمة تسمع، من أكبر حاكم لأصغر بني آدم فقير موجود على وجه الأرض في الأمة الإسلامية، الكل الآن يسمع عندما يتحدث الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه علية القوم، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله. لاحظوا القاعدة يا شباب، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عرفنا يا شباب ليش يحارب الإسلام، عرفنا يا شباب ليش يعاد الإسلام، عرفنا ليش يحجم الإسلام بخلوه على الهامش، لأن الحصن الأكبر لدفع الحرية والعدل بين الناس، أنت كأصغر مواطن ضعيف ملكش ظهر تساوي الحاكم في القضاء، ما بيقدر لا حاكم ولا ابنه يجترئ عليك مع وجود الشريعة الإسلامية والإسلام. مش تصوروا للشريعة الإسلامية هي حدود، لأجل ذلك يا شباب يبث الفتن بين المسلمين، لأجل أنه يضعف الدين الإسلامي، لأجل هيك يدعم بالخفاء أعداء الإسلام والكيان الصهيوني ويجرون للتطبيع لإضعاف الدين الإسلامي. تجد أنه فقط حتى يسيطر الظالم أو الفاسد أو المستبد أو اللي بده يسرق من حدا أو اللي ينتهك الحرمات، كلهم هذول يعادوا الدين الإسلامي، أو السافل اللي بده أعراض المسلمين تكون مباحة مستباحة هيك ورخيصة، لأجل ذلك يعاد الإسلام يا شباب. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. سبحانك يا رب، هاي اللي كنا نحكي فيه، حتى نعرف الحدود مش مقصد من مقاصد الشريعة ولا مقدمة في أولويات الشريعة الإسلامية، وإنما لحفظ النفس والعرض وأموال الناس، لحفظ النفس الإنسانية. فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هون يا شباب القاعدة، والله يا شباب خلونا ننتبه لمعلمنا الأول، آن الأوان في الكتاب، نحيي روح الحبيب صلى الله عليه وسلم وتشريعه حيا كأنه بيننا الآن يا شباب، بدنا نكون على هذا المستوى. لاحظوا أنتوا، لأي مخلوق موجود في الأمة لأن يخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة. بنفس الوقت روح بتلاقي في السجون الآن قديش من المظلومين، قديش يستجيروا إلهم سنين، والله يا شباب مثل الحشرات، والله يا شباب أغلب الشيب اللي ما تروا ما كان عندي شيب، في فترة قصيرة في كل ليلة يستغيث المسجونين: تأخرت علينا بهذا الأمر، أرهقنا من الظلم والعذاب اللي بيشوفوه كل يوم في السجون. بنتظروا مين؟ الرجال، بنتظروا الأمة. هل يا شباب سنظل نخذل قادتنا والصالحين والمسجونين والمهجرين والمضطهدين، أم سنقوم كما يحب الله ورسوله من فرض الوقت وواجب الساعة؟ الأول ما نستهبل يا شباب هو الوحدة والانضمام ليكون التأثير على الأرض. ما بنفع، هي اجتمعوا العلماء وخطوة جريئة ومحمودة وفي الاتجاه الصحيح، يدينوا أنه تحويل بلاد الحرمين لمراقص وكذا، منيح، وين التأثير على الأرض؟ ما نظل فقط بالتعليق ما إلها أي أثر.
تعالوا ننضم حتى يكون هذا الأثر موجود. والحين نيجي لقصة اليوم، وهي بعنوان ثبات وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل كسرى رسالة إلى باذان ملك اليمن ليحضر له النبي صلى الله عليه وسلم جزاء تجرؤه وإرسال رسول له يدعوه للإسلام. وما إن وصلت باذان رسالة كسرى حتى انتدب رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى. وطلعوا انتوا دون إبطاء كمان، يعني بالأوامر المسألة. وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستقصيا أمره، وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. فخرج الرجلان متوجهان شطر المدينة حتى إذا بلغاها دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة باذان وقالا له، ولاحظوا يا شباب، إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت، ولاحظوا التهديد يا شباب، فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. لاحظوا يا شباب الرسالة، ولاحظوا التهديد. وهون يا شباب بدنا نسقطها، كيف يعني هذا ملك الملوك؟ كيف لما تحكي مثلا أقوى إشي تحكي أمريكا ولا روسيا مثلا، وبالذات مثلا أمريكا، إنهم يودوا لقادة عنا مثل هذا الكلام يعني، ولا إذا ما رديت علينا منهلكه. طبعا إحنا اليوم يعني القياس مع الفارق، طبعا يعني إحنا ما بيودوش هيك، بس هيك تعالوا بأخذ الأوامر وبروح. هذا وظيفة الضعيف بيكون دائما وأبدا في أمته، فإحنا بلقوا الأوامر وفي مندوبين، يعني من يقوم بكل التخريب في الأمة يعني. فإيش كان ردة فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبسم عليه الصلاة والسلام وقال لهما: ارجعا إلى رحالكم اليوم وأتيا غدا. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قالا له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي، اللي هو الملك الحقيقي يا شباب، قتل ربكما الليلة، لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شرويه في ليلة كذا من شهر كذا وقتله. فحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين بتطلعوا ايش هذا، معقول؟ وبدت الدهشة على وجهيهما وقالا: أتدري ما تقول؟ يعني شبه يعني مستحيل هذا اللي انت قاعد بتحكيه، أنكتب بذلك لباذان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى. لاحظوا يا شباب، بدل التهديد طلعوا ردة الفعل حتى نعرف شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف الثبات وعزة المؤمن اللي احنا تخلينا عنها فاستحقينا ما نحن فيه الآن. إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. لاحظوا كيف يا شباب المفاوضات،
يا تعين المفاوضات وكام ديفيد وتعين الاتفاقيات والخزي والعار والكسنين واللي بتفاوضوا الأعداء واللي بتفاوضوا الكيان الصهيوني. لاحظوا هاي في مفاوضات والحبيب صلى الله عليه وسلم هو القائد عليها. لاحظوا المفاوضات، لاحظوا الرجال، يا من عدمتم الرجولة. قلب الموقف مباشرة من ضعف لقوة وهزهم. خرج الرجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال باذان: إن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من شهر لنعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له جلساؤه: كيف ذلك؟ قال باذان: ننتظر حتى تأتينا الرسل من فارس، فلئن كان ما قال محمد من قتل كسرى حقا فإن محمد نبي صادق، أما إن كان غير ذلك فلنا معه شأن آخر. وعلم أهل اليمن بالقصة كلها، فظل باذان ومن معه من أهل اليمن في انتظار الرسل من قبل كسرى. انتظروا شهرا كاملا حتى جاءت الرسل، فقال لهم أهل اليمن: هل حقا قتل كسرى؟ فتعجب الرسل قائلين: من أخبركم؟ قال باذان: كيف تم ذلك؟ قالوا: لقد قامت ثورة كبيرة. انتبهوا يا شباب، لقد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته. بدي تتبعوا لي هاي الكلمات، بعلش لي فيها مآرب أخرى. لقد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر. فقد قام شيرويه ابن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة 7 هجري، واستلم حكمه فحسبوا الليلة التي قتل فيها فإذا هي الليلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فض باذان رسالة شيرويه التي فيها: أما بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم. لاحظوا أنتوا هذا، إذا بذكركم في شيء خليني أعيد: استحل قتل أشرافهم وسبى نسائهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عنده. فما إن قرأ باذان كتاب شيرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. وصل الخبر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم بإسلام باذان وإسلام أهل اليمن، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فرحا شديدا، وقال لأصحابه مرحبا بوفدهم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا منكم وألين أفئدة، وهم أول من جاء بالمصافحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني، الفقه يماني، والحكمة يمانية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل باذان على ملكه. عرفنا يا شباب ليش يتعرض اليمن لهذه النكبات، وليش إنهم ما بدهم إنه يعيش اليمن بهدوء وسلام وشورى ويحكم المدنيين. لاحظتوا مديح الحبيب صلى الله عليه وسلم لليمن وأهلها؟ عشان هيك يعيثون فيها خرابا، عشان هيك دائما بيجعلوا فيها الحروب وبينشبوا الفتن بينهم، عشان هيك بدناش المدنيين هم اللي يحكموا، لأنه هذه صفاتهم المدح فيهم عليه الصلاة والسلام. وتعالوا كمان الملمح الثاني اللي ننتبهه من هون يا شباب، تعالوا نشقط على هون. الحبيب
أتى بأمر الله صلى الله عليه وسلم، والآن الحبيب صلى الله عليه وسلم أشار لهذا الأمر. فالفقير بسأل بس أسئلة، مجرد بس الأسئلة، يعني هل سيعود الزمن؟ هل لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا؟ هل يا شباب إذا نهضنا لله ورسوله مثل أمر الكتاب اللي لا يستطيع أحد أن يخونه أو يجعله طائفي أو يجعله إرهابي، لأنه كثير يدافع عن السلمية والمحبة والأخوة فقط، حتى تعليق عن العنف ما بنسمح أنه يجي هون. طيب هل ينتمي الكتاب لحزب أو والله شخصية معروفة تنتمي لأي شيء؟ لا، هذا كله قوة ومقصود يا شباب، إنه ما يكون المكلف منتمي لحزب أو شخصية معروفة فينتقد من هون، أو والله بتعرفوا جماعة فيتهموا بكذا. وتطلعوا ما في أسلم من منهج الكتاب هذا، لا يستطيع إنه واحد إنه يحكي فيه، ولا تدخل ولا منازع على سياسة، وبعيدين عن كل هذا أو إثارة الفتن، ونحترم النظم الداخلية وغيره. فقط مشروعنا هو نهضة ووحدة الأمة على ما يحب الله ورسوله بسلام وكأخوة ومحبة ونشر الخير بين المسلمين وأيضا في العالم. هذا هو المنهج، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا عبر ما من أول ما بلش الكتاب. حتى التعليقات اللي فيها يا عمي هذول الحكام منفعش معهم إلا القوة وكذا، كلها نحذفها، لا يستطيع أن واحد يحكي. طيب إذا جاء الحق، هل إنه ربنا يسلط الظالمين على بعض؟ يعني إحنا لاحظنا من أول ما أتى الكتاب إله آثار على الأرض، لاحظوا كيف تغيرت الدنيا كلياتها، هذا أول. وهذا تغير كل شيء، والنظام العالمي وما نراه وكل هاي الأوبئة وغيره كلياته أثر على الأرض في الكتاب، حتى نعرف إنه الكتاب ليس فقط تنظير يا شباب، وليس محصور بمكلف أو ما نتحدث فيه، لا، الله رب العالمين الآن يؤسس ويهدم كل قواعد اللي بنا فرعون وما كانوا يعرشون والظلم. إحنا إذن إيش علينا؟ خاصة بعد ما ربنا تابع ولاحظتوا أنتم مثل القصة، هل يا شباب بلش الفراعين تختلف فيما بينها؟ هل أقطاب الشرور والفتن والخبث وبث الفتن وقتل المسلمين وتهجيرهم ومعاداة الدين الإسلامي ونصر أعداء المسلمين على المسلمين، قطبين الشرور، وفي صار مثلث برمودا يعني معهم، هل ربنا بلش يدب الفتنة بينهم؟ الكل بده يستقطب الشرور ويعاد الإسلام بطريقه، شوي بعلمانيتهم وشوي بماسونيتهم. لاحظوا لي على الأرض يا شباب، هل بلش هذا مثل في القصة؟ طيب من وراهم هل بلش العسكريين كمان يقتلوا في بعض؟ أنا ما بعرف يا شباب، بس أنا بطلع على السودان وبسأل لكم، يعني هل بلشوا كمان؟ إذن أسألكم بالله، في وسط هذا مطلوب منا حتى إنه رب العالمين يغير علينا إن نتغير، وكيف نتغير؟ مش كلاما فقط، علينا الآن أمر محمدي في التوحد والانضمام تحت هذا الأمر، حتى إنه يكون في تأثير يا شباب. وبنفس الوقت هذا الأمر الانضمام لإله لا يعرض أي حدا للخطر، لأنه ما في اتجاه سلمي مثل هذا، وكل الدنيا تعرف. فقط بدنا أخوتنا وبدنا إسلامنا وننهض لأمر الله ورسوله. من يجرؤ أنه يعاديك في هذا؟ من يجرؤ أنه يقول لك لا بدناش تتبع الله ورسوله؟ في الخفاء بفعل، وأنا بقولكم ممكن،
أما إحنا بنحكي بالصوت العالي الآن لأنه هذا هو الحق، لا يستطيع أحد أن يجابهك في هذا. فأسألك بالله، لما نضل قاعدين ونتفرج مش كأننا بنقول لربنا يا رب لا تغير علينا، احنا راضين بالظلم والمهانة والذل والجوع. يا ريت انه على مستوى الدين يا جماعة الناس بطلت قادرة تعيش، بطلت قادرة تأكل، الهموم قتلها، لا في وظائف لشباب، عاطلين عن من كل المستويات، فوق هذا ظلم وحقارة وسجون وتهجير وإذلال ومحاربة ربك ورسوله. بعد هذا متى يا شباب بدنا نحس؟ متى بدنا نتحرك؟ احنا الآن يا شباب حتى تستوعبوا، مش في فرصة بحكي فضية ولا فرصة ذهبية ولا فرصة ماسية، فرصة محمدية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فقوموا وانهضوا. والحين نيجي لطبيعة البشر تشمل السماحة والقصاص، والإسلام واقعي في التعامل مع العفو ومع القصاص. العفو في الإسلام عبادة وقربة إلى الله، وهو من أعلى مكارم الأخلاق التي يحث عليها الإسلام ويحرص على تعميمها ودوام المعاملة بها وأولويتها. أما القصاص في الإسلام فهو حصن ورادع أمام الظلم والطغيان والفساد في الأرض، وجعل آخر ما نلجأ إليه في إصلاح النفس. لو سألت أي شخص عاقل كيف تحب أن تعيش؟ لقال لك في المقام الأول في مجتمع آمن، آمن فيه على نفسي وأهلي ومالي، وهذا مرهون بسيادة القانون والنظام والقصاص. إحنا يا شباب بحطونا دائما في خانة ردة الفعل، والشباب المشكلة الخطأ بيشربوه بكل سهولة. لما تطلع نهتف الشعب يريد إسقاط النظام، هذا خطأ ومبني على ردة فعل خطأ. إحنا اليوم أصلا نعيش شريعة الغاب، فإحنا إيش لازم؟ الشعب يريد تحقيق النظام يا شباب وليس إسقاط النظام، بالعكس هو في نظام أصلا عشان يسقط. إحنا بدنا تحقيق النظام والقانون، سيادة القانون والعدل والحرية والمساواة بين الناس. القصاص من الفاسدين بالعدل حصن من أن نعيش في شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. الحصن الأول يا شباب هو الشريعة الإسلامية والإسلام، فإن ضعف الشريعة الإسلامية والإسلام يتجبر المستبدين وأصحاب النفوذ في الضعفاء، لأنه لا يوجد ما يردحهم أصلا. القصاص بيد القضاء العادل كما أمر الدين الإسلامي، حماية للمجتمع من الجرائم والآفات، وليس بيد الأشخاص يا شباب، ليس بيد شخص. والله القاتل يقتل في الإسلام طبعا إلا من عفى. طيب أنت تروح تقتل؟ لا، نذهب للقضاء يا شباب، ما بدنا شريعة الغاب، بدنا القانون. إحنا ما بدنا أنه يسطو، يعني مثلا ما بدنا الانقلابات العسكرية، يعني كل من يدعم أو يسلم مع طاغي أو منقلب عسكري ارتكب الجرائم والدماء، هذا كأنه يعني بمعنى آخر بيحكي للشعب إذا انقلب علي الجيش وقفوا معه. كل من يتعامل مع هذا المنقلب العسكري يعني هي رسالة ضمنية إنه بيقول للناس بدام أنت سمحت لحالك إنك تسوي هيك، إذا بتقول للناس إذا انقلب رئيس الجيش علي وقفوا معه. وإحنا ما بدنا يا شباب الانقلابات العسكرية، ولا بدنا الحروب، ولا بدنا هذا، بدنا الشورى، صناديق الاقتراع، إنها تكون الشعب هو من يحكم، هو مصدر السلطات حقا وليس فقط شعارات. أخذ الحق للمظلوم من الظالم والقصاص له يخفف من مصيبته ويعين نفسيا، وقد يساعده على العفو. العقوبات في الإسلام والقصاص وضعت لكي يتجنبها الناس والقضاء،
ولكي لا تنفذ إلا عند الاضطرار. ملاحظات على الموضوع وما يدرأ القصاص. من يحب القصاص وإنزال العقوبات على الناس مسلم أو غير مسلم فهو مختل عقليا ودينيا، مثل بعض المخبولين هذول اللي بصير يقول لك والله الله أكبر على قطع الرؤوس، الله أكبر عليكم، والله ما بحب، خذوها مني وممكن هاي تنقصوا كذا، والله ما بحب ينزل الأذى في أي مخلوق على وجه الأرض، هذا في الأصل. فإن اعتدى علي وجب علي إني أدافع عن نفسي. السعي وراء إنزال العقوبات من الشيطان، والسعي وراء العفو والسماحة مع الناس جميعهم من الله ورسوله. أن يكون الجاني مكلفا، فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما فلا قصاص عليهم. أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل المسلم الحر والذمي الحر بمثله، ويقتل العبد بالعبد، المسلم بالمسلم والذمي بالذمي. أن لا تكون الجناية عمدا، هذا كله يدرأ القصاص. والحين نيجي للواجب الخلقي، العفو والصفح. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى يا رب والله غفور رحيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تعريف العفو والصفح: إذا قدر لم يقتص لنفسه بل لربه قولا وعملا. ضد التعريف هو الانتقام بحق أو بغير حق، انتقام وردة فعل للنفس بحق أو بغير حق. والحين نيجي لحكم اليوم رقم 1: حيثما كان الأمن والحرية والعدالة كان الوطن الحقيقي. مش يا شباب مثل ما بيصدرونا دائما، إذا كنت أنت مواطن صالح لازم تظل تدفع، ومين اللي بأخذ؟ المتنفذين، إحنا نظل ندفع وما يظلوا يأخذوا، وهذا كله ياتب اسم الوطن. قال هيك بتكون اسمك مواطن صالح، وشكلهم حافظين مش فاهمين يعني إنك تظل تدفع أنت للوطن. يا عم الوطن هو اللي يحضن أهله، أنا شو الفائدة والله إذا الوطن بدي أكون مذلول فيه، بدي أكون مقهور فيه، بدي أكون مسروق فيه، بدي أكون مذلول فيه ولا أستطيع أني أحكي كلمة حق فيه. فدائما الوطن الحقيقي حيث الأمن والحرية والعدالة. 2: علم الله وقدرته على الأخذ والقصاص يعطي إمهالا للمذنب، فلا تشك بأخذ الله للظالمين مهما استبدوا يا شباب وإلهم سنين، لا تشك بقدرة الله على الأخذ، لأنه ربنا يملي للظالم، ووالله إذا أخذه لم يفلته، وإن شاء الله حان وقت بإذن الله إنه ربنا ينتقم للمستضعفين في الأرض. 3: اجعل العفو شكرا للمقدرة التي من الله عليك بها على الخصم. والحين نيجي لنصيحة طبية الوقائية: فالوقاية خير من العلاج. لتعزيز وظائف الكبد عليك بالإكثار من تناول رقم 1 الخضروات لاحتوائها على الألياف. يعني خلينا لاحظوا أنتم كلياتهم قاعدين بنصحوا فينا، يعني خليكوا زي الأرانب هيك ضلكوا على الخضروات. طبعا أنا مش مقتنع كثير يعني في الكلام. ب: الثوم لغناه بمركب الألسين الذي يسهم بشكل فاعل بتخليص الكبد من السموم. جيم: البيض لأنه يوفر أفضل أنواع البروتين مما يعزز عملية التخلص من السموم التي تتم بالكبد. دال: التفاح لغناه بألياف البكتين التي تحد من السموم
مما يقلل الجهد المبذول في الكبد. طبعا يا شباب هاي الفقير من عندي، خليني أضيف لكم، يوم الجمعة هيك صحن كنافة من طرف الصدر يعني كثير مفيد للصحة. قبلي طبعا يوم الجمعة هيك منسف عشان الناس ما تبالغش يعني في كثرة هالخرابيط. ونقول إن غارا بنوره قد تزيى، هو أعلى من السماء مقام، ليس أغنى من الذي حاز ملكا ورأى الخل نعمة وإدامة، الذي قام من أناه يتيما كيف صلى بالأنبياء إماما، عيروني بأنني حين أهوى أخلع القلب للحبيب هياما، وبأني أطير من عش روحي نحو روح الذي أحب حماما، أنت لست الذي أحب تماما، أنت فوق الذي أحب تماما. وأخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.